نروح للمتحف المصري الكبير. النهاردة وزير السياحة والأثار دكتور خالد العناني عقد اجتماع لمناقشة مستجدات أعمال نقل القطع الثقيلة إلى المتحف الكبير، حيث من المقرر نقل 6 تماثيل للملك سنوسرت الأول ومائدة قرابين للملك منحتب الثاني من المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال وضع كنوز الملك توت عنخ آمون داخل فترين العرض الخاصة بها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من عرض عدد من مقتنيات كنوز الملك الشاب داخل 75 فيترينة من أصل 107 فيترينة. معنا على التليفون دكتور خالد سعد الخبير الأثري. مساء الخير وأهلا بك يا دكتور، قولنا إزاي شايف الاهتمام المتواصل من قبل الدولة لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ريهام. في الحقيقه الاهتمام بموضوع المتحف الكبير كان يسبقه مجموعه من الاعمال كبيره جدا، بنحب بس نوضحها للساده المشاهدين، لان العرض المتحفي او الزائر لما بيزور المتحف ما بيكونش متخيل حجم العمل اللي بيتم عليه في الاوقات السابقه. طبعا بيتم تجهيز مجموعه من القطع الثقيله اللي بيتم نقلها للمتحف الكبير حاليا، هي موجوده في المتحف المصري، وهي مجموعه من تماثيل الملك سنوسرت الثاني ومائده قرابين، وهذه القطع بيتعمل لها باكنج بطريقه علميه وبيتعمل لها دراسه للاحمال وكيفيه النقل، بالاضافه الى مجموعه من الدراسات الخاصه بالقواعد الخاصه بتثبيت هذه القطع عليها، بالاضافه لعمليه العرض المتحفي بالشكل اللي اتلائم عليه المستوى العالمي. نيجي للنقطه الثانيه، كيفيه العرض المتحفي في المتحف الكبير، وهل هناك رغبه في تغيير العرض المتحفي ما بين ان واخر، يعني الاعتماد على تغيير الرؤيه المتحفيه للمتحف، بحيث ان حضرتك لما تيجي تزور المتحف مره ثانيه تحس ان المتحف معروض فيه مجموعه من القطع الاخرى. بالاضافه الى ذلك بقى مجموعه توت عنخ امون او الفرعون الذهبي، وطبعا دي بيتم مراجعه عدد القطع اللي يتم عرضها، بالاضافه الى كيفيه تامين الباترين نفسها، لان القطع هتعرض بشكل امن بالاضافه بالتعاون طبعا مع بعض اجهزه الدوله الامنيه، بالاضافه الى دراسه البترين اللي بيتم بيها القطع من حيث العرض المتحفي ومن حيث الاضاءه ومن حيث الليبل، بالاضافه الى ذلك مجموعه الانشاءات الاخرى اللي بيتم تدعيم المتحف فيها، بالاضافه الى دراسه ما نسميه بتخطيط المدن. وتخطيط المدن بدأ من منذ إنشاء المتحف الكبير، وتم يعني الاستعانة بمجموعة من المهندسين الخبراء في تخطيط المدن لدراسة كيفية عمل البانوراما الخاصة بالمتحف الكبير تماشيا مع منطقة بانوراما الأهرامات، بالإضافة إلى ذلك دراسة البيئة المحيطة بالمتحف الكبير. والبيئة المحيطة بالمتحف الكبير يتم دراستها من حيث الملكية الخاصة والملكية العامة. الملكية الخاصة يعني حضرتك لو ليكي قطعة أرض مثلا أمام المتحف الكبير، لا يحق لحضرتك إنك أنت تنشئي فيها أي مشروع لا يتماشى مع إطار السياحة ولا يتماشى مع إطار العرض البانوراما نفسها، يعني مش حضرتك ما تقدريش مثلا تنشئي في هذه الارض اللي فيها ملكيه اللي هي ملكيه خاصه لحضرتك مثلا مصنع ورشه وتكبر اي كان، لابد ان يكون هناك ترخيص بنوع من انواع الانشطه التي تتماشى معها. ايه المكاسب السياحيه اللي بتنتظر مصر بعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير وافتتاحه رسميا يا دكتور خالد؟ هو طبعا في حاجه اسمها الوكيل السياحي، والوكيل السياحي طبعا يدرس مجموعة من الدول ذات المقصد السياحي، يعني احنا مثلا في الشرق عندنا مجموعة من الدول ذات المقصد السياحي، سواء دولة زي مثلا تركيا، دولة زي دبي، الامارات، دبي وخلافه. الوكيل السياحي هنا بيدرس هل الدولة قيمت انماط جديدة، سواء بقى متاحف جديدة، سواء افتتحت مواقع جديدة حتى يتم الترويج ليها
باعتبار ان هذا الوكيل السياحي هو مستفيد الاول من استجلاب مجموعه من التأثير حتى يحقق مكسب، وبالتالي هذا الوكيل السياحي بيقوم بدور من انواع الماركتنج او الدعايه بطريقه مباشره او غير مباشره عن ما يتم انشاؤه وتطويره في منطقه الاهرامات والاهرامات. وبالتالي بيزداد عدد الراغبين في القدوم الى مصر بطريقه او باخرى، نظرا لان هذا الوكيل السياحي بيقوم مش احنا بقى هنا اللي بنقوم بالترويج، ده الوكيل السياحي هو اللي بيقوم بالترويج نيابه عن مصر. وبالتالي العمل مستمر على قدم وساق في موضوع تطوير البنية التحتية أو البانوراما بتاعت الهرم أو العرض المتحفي بتاع المتحف من الداخل، وبالتالي الوكيل السياحي بينقل هذه التطويرات وهذه التحديثات وهذه الإجراءات اللي بتاخدها الدولة كنوع من أنواع الترويج لهذه الرحلات السياحية. وبالتالي احنا بنشوف يوم بعد يوم زيادة ملحوظة في عدد القادمين إلى مصر، وبالتالي تنوع في أنواع الجنسيات المختلفة. لم يعد الآن الاعتماد على السائح الأوروبي بشكل كبير، احنا شفنا زيادة في عدد السائحين الأسبان جم مصر بشكل كبير جدا، في زيادة بالنسبة للسائح الألماني والسائح الفرنسي، قدوم أنواع أخرى من السائحين زي السائحين من النرويج والسويد وهولندا. دي دول اصلا دول سياحيه، تمام، تقدري تزيدي منها سياحه، ده برضو جهد محمود اكيد. بالاضافه الى جنوب شرق اسيا دلوقتي عندنا قطاع كبير من السياحه ابتدت تبقى سياحه وافده، بالاضافه الى السياحه الروسيه، واحنا بنترجت في المرحله القادمه على ان يكون لينا بوابه سياحيه في امريكا الجنوبيه. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد الخبير الاثري.